بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. واول حلقه مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر بعد رمضان وبعد ما عمل برنامج 30 حلقه يعني لوحده. سعداء بان هو رجع لنا تاني. احنا عايزين النهارده نتكلم عن الاستمراريه بعد رمضان، وفكره انه احنا كنا طول رمضان يا رب اعتق رقبتنا من النار، ازاي ضمننا اصلا انه هذا يعني تم القبول، وازاي ربنا سبحانه وتعالى كده يعني نكمل معاه على الاستمراريه، استمراريه في الدعاء، الاستمراريه في الروح بتاعه رمضان اللي كنا عمرنا ما بنحس بيها بعد رمضان، نفسنا مره يعني نمسكها كده في ايدينا بعد رمضان، نحس باننا طول الوقت عايزين نقرا قران ونصلي نوافل وندعي ويبقى فيها الروحانيات دي موجوده. كل ده فكره الاستمراريه بعد رمضان، وفكره عتق الرقبه من النار بعد رمضان، ازاي نوصل للمرحله دي ان احنا حسينا اننا عتقاء، او ازاي نعرف اننا بقينا عتقاء من النار. ازاي حضرتك فضلت الشيخ؟ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه وبعد. بدأت بالحديث عن البرنامج وأبدأ اللهم احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين بدأنا كما بقى. حفظت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. بدأنا بقى، ده احنا الراجل احنا بادئين بالحلو، هذا يعني أولا. بديك حلو رد علينا بالحلو هذا أولا اهو عشان الناس تقعد تقول لي وانتي اديكوا هذا شاهدين، أولا اديكوا شاهدين أما ثانيا هنحسدك على ايه؟ أما ثانيا فأنت توقفتي عن حفظ القرآن لكونك مش حافظه سورة المطففين، مش عارفة أكملها حاجة. هتحفظيها إن شاء الله وتكملي، ولكن بس هي قلت لي عليها إيه؟ بما صعبة صورة صعبة صعبة. وإحنا ما بنحب نرخم على بعض كمشايخ لينا صور معينة كده، منهم سورة المطففين ملخبطاني جدا. ولما نحب نرخم على ولد صغير كده بيحفظ نقول له كتاب مرقوم، يجيب الأولى نقول له الثانية، يجيب الثانية نقول له الأولى. صحيح. لكن الجميل والله يعلم أني صادق، في رمضان أنا كنت متوقف عن تلقي الاتصالات أبدا، وبعدين قاعد بشتغل في حاجة معينة، فشاءت إرادة الله إيدي تيجي على التليفون والله غلط ففتحت، فلقيت ست والله تعدت من العمر كما قالت 70 سنة، وهي مش عايزة مني أي حاجة ولا عايزة تسأل، هي بتتصل عشان تدعي لي قبيل الإفطار ليا الله والدعاء فاروق، الله لأنها تواصل معنا حفظ جزء عمه، وتقول لي الله أقسم بالله بقيت أصلي بيه، الله الله بقيت أصلي بيه، ولا أخفيك سرا وأنا أقول هذا لا يعلمه إلا الله، كانت نفسي تراودني ألا أعود بعد رمضان. كنا ارتحنا. أنا بكلمك بصراحة بقى، ألا أعود بعد رمضان، وهذا هو السبب الذي جعلني أعود، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، وأنت لا تدري أين الرسالة ومتى الرسالة، صحيح، ويعني كيف تكون الرسالة. هذا أولا. في مقدمتك أعترض على كلمة انتشرت على لسان المصريين، ايه هي؟ وهي مش عارفة ربنا قبل ولا ما قبلش، ودي كلمة بصراحة بتضايقني جدا، إما بسمعها من بق أختي، ويمكن هو يقول لك ايه هي علامات القبول. في أواخر رمضان كنت أحدث أختي الكبرى أدام الله عمرها، وكانت بتحدثني إن هي ربنا إداها القدرة إن هي تعمل أعمال معينة لزوجها، وبعدين بتقول لي مش عارفة ربنا قبل ولا لأ، وأنا كنت سايق، فالكلمة نرفزتني أوش. فقلت لها شوفي، لما تتعاملوا مع ربنا تعاملوا بأدب، سيبكم من إساءة الأدب وتعاملوا بالأدب. أختك الكبيرة؟ قلت لها ليه؟ قلت لها أصل ده مش محمد أبو بكر، يرضى أو لا يرضى. محمد أبو بكر ناقص، يريد أن يثبت كمال نفسي بأي طريق، فهو لا يرضى عن دعاء فاروق أيا كان الرضا وتسترضيه، ودعاء فاروق محمد أبو بكر يسترضيها وهي لا ترضى، كلاهما عنده نقص يريد أن يتمه وأن يكمله، وده تلاقيه في العلاقة الزوجية بين الرجل ومراته، هي تسترضيه وهو يسترضيها، لكنك نظرت إلى الله سبحانه وتعالى
وربنا في القرآن يا ست دعاء يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها، صحيح، يعني فتقربوا إليه بها. فتلاقي إن أعظم أسماء ربنا أسماء الجمال، أعظم أسماء ربنا أسماء الجمال. ارجعي لرمضان قبل اللي فات وإحنا بنتكلم عن الأسماء أسماء الحسنى، وقلنا إن أسماء ربنا أسماء جمال وكمال وأسماء كمال وأسماء جلال. جلال، صحيح. وقلنا أسماء الجلال نخاف ونترعب منها، أسماء الكمال نتوسل بها، أسماء الجمال نتحبب بها، نتعبد بها. فأسماء الجمال تلاقيه الغفار، الرزاق، الوهاب، الرحمن، الرحيم. أسماء الجمال يتعامل الله سبحانه وتعالى أنه العفو الغفور الذي يقبل التوب ويعفو عن الذنب بمجرد أن يستغفر العبد. الراجل في بني إسرائيل، طبعا أنت النهاردة وأنا لي عندك فلوس وتقولي لي هديك، أقول لك فين، اكتبي لي وصل، اكتبي لي شيك. والله يا شيخنا نيتي هديك، أنا ما بؤمنش بالنية، صحيح. أنا عايز عمل. هذا فعلنا. لكن بص للراجل زي حالاتي كده، ما يملكش شيء خالص، مش زي حالاتك مليارديه، ما يملكش شيء. في بني اسرائيل فماشي في وسط جبال مع سيدنا موسى، فالراجل حجبته الجبال قوي وارتفاعها وجمالها، فقال ايه؟ اشهدك يا رب ان هذه الجبال لو كانت لي من طعام، يعني لو كانت كلها طعام، لتصدقت بها على عبادك. كلام، هو حد الكلام عليه جمرك؟ احنا بنقول كده، الكلام عليه جمرك. عبد ماشي ما يملكش الا قوت يومه، وربما لا يملك قوت يومه، عشان بس اعلمك ازاي تتعاملي مع ربنا، واعلم نفسي ازاي نتعامل مع ربنا، واعلم الساده المشاهدين ازاي ربنا بيتعامل معانا. فربنا سبحانه وتعالى اوحى لموسى عليه السلام، كل صاحبك إن الله قد قبل منك صدقتك. الله أكبر، شوف الجمال. يعني هو قال ومعهوش حاجة، ربنا قابلها على طول، كتب له كل الجبال دي في ميزان حسناتي. لكن افرض حد حاسس إنه مقصر، قصر طول الوقت، بيشوف الناس بيعملوا حاجات أكتر منه بكتير، وهو جنبهم ما عملش ربع اللي عملوه. يعني ما صلاش كل يوم التراويح والتهجد زي ما الناس بتعمل، ما يعني ما عملش كل ده، يعني في أيام صام وصلى ويعني على القد، فشايف إنه في ناس تتقبل أحسن منه، يعني أقصد كده. ولا زال الحديث عن دعاء فاروق محمد أبو بكر، ولا زلنا لم نرتقي في الحديث عن الله بعد. الكلام ده معايا ومعاكي. احنا اللي بنخش نشوف الدكور مقاسه قد ايه، بالكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، بالكيف. بالكيف، يعني رب مثلا ركعتين طبعا في جوف الليل. احد الصحابه لا يحضرني اسمه الان، مات ولم يسجد لله سجدة فسكن الفردوس الأعلى. ده عمل ايه ده؟ والله أسلم، وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث معه، فعنده معركة، فدخل في المعركة مع سيدنا النبي، لقي الله شهيدا، فمات ولم يسجد لله سجدة. القضية عند ربنا سبحانه وتعالى شهيد. مش قضية كم برضك، هي مش قضية شهادة، خلي بالك، مش قضية شهادة، إنما قضية إقباله قضية على الله سبحانه وتعالى. صح، قضية إخلاص، إقباله على الله سبحانه وتعالى. كيف أقبل على الله سبحانه وتعالى، وكيف تجرد لله سبحانه وتعالى. عشان كده لما ترجع للصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ما تعجبيش حينما تطالعين سيرة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه، وقد بشره النبي بالجنة وأمنه من النار، بشره بالجنة وأمنه من النار. شوفي قد ايه، بل تحدث النبي بأنه لو كان نبيا بعده لكان عمر. ومع هذا عمر يذهب إلى حذيفة بن اليمان، يقول يا حذيفة بلغني أن رسول الله أودعك أسماء المنافقين 17،
كي لا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين؟ قال نعم. قال بالله عليك أعد النظر فيهم وقل لي وأخبرني أمن بينهم رجل يسمى عمر بن الخطاب؟ شوفي الجمال، شوفي النبي محط في مكان ايه، هو خايف ايه، خايف من ايه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عليه وارضاه بيسأله متى الراحة يا عثمان، متى الراحة؟ قال حينما تقف القدم اليمنى بجوار القدم اليسرى في الجنة، فعندئذ الراحة، لأن الله قد وعد فقال وما هم منها بمخرجين. فالقضية مع ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى اتعاملي بالكيف مش بالكم. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك الدنيا كلها كم يا فضيلة الشيخ؟ ماليش دعوة بالدنيا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صح. طب هاخد أم محمود. ألو. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا دكتورة عاملة إيه؟ أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي. السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست ام محمود. كل سنه وانت طيب. الله يحفظك. انا كنت عايزه استفسر على حاجه كده. اتفضلي. انا ظلمت يعني من جماعه قرايبنا وبدعي عليهم يعني في كل وقت. طيب. فانا مش عارفه الدعاء ده مقبول ولا ايه، ولا انا عليا يعني اسم فيه ولا حاجه ايه؟ بتدعي بتقولي ايه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ده مش دعاء. طيب ربنا يبارك فيك. حاجه تانية يا ست ام محمود؟ لا انا كنت عايز استفسر عن كده بس. طيب شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل ده مش دعاء. ده مش دعاء. ده تفويض امر لله سبحانه وتعالى. الناس بتتشنج منه قوي. رفع قضيه من قاضي الارض الى قاضي السماء. الناس تقول لك ده بيحاسبن عليا. خالص خالص. هو الانسان اذا كان ظالما وقلت امامه حسبي الله ونعم الوكيل وكان من اهل الايمان عاد واسترضاك. ان قلت له وافوض امري الى الله عاد واسترضاك. لأنه يدرك أنك عجزت وقد رفعت الأمر إلى قاضي السماء. وويل لأهل الأرض من قاضي السماء. وويل لأهل الأرض من قاضي السماء. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهي قولها هذا تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الرسالة اللي أوجهها لأم محمود، لا أوجهها للي ظلموها. الحقوا. لو الست دي بتدعي عليهم ربنا يحرق بيوتهم ويهدم حالهم كان أرحم من قولها حسبي الله ونعم الوكيل، كان أرحم من قولها وأفوض أمري. هو الظالم بيعرف أنه ظالم؟ طبعا. في ظالم طبعا. بيبقى عارف أنه الحق معاه؟ طبعا. لا 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 بيبقى عارف فقرارة نفسه أنه ظالم؟ ده عزكم الله لو وصل للمرحلة دي يبقى الشيطان طمس على قلبه. خلاص. يعني لو كمان مش دريان بظلمه خلاص وصل لمرحلة الاستدراج. مرحلة ايه؟ الاستدراج. تلاقي الانسان ظالم كلما اشتد ظلمه كلما اشتد عطاء الله له، كلما اشتد ظلمه كلما اشتد خير الله له. ايه اللي وصل لحالة فتنة الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. سيدنا الحبيب يقول ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. لكن لما الشيخ محمد يدعي دعاء فاروق ويخرج يلاقي العربيه بتاعته كاوتشها مفسي يقول بس انا عملت ايه؟ الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم اعزكم الله يا ست دعاء، لما كان يجي يركب الفرسه بتاعته وتتشنج كان يراجع نفسه فيما عصى الله. يعني هو المفترض ان الواحد يراجع نفسه طول الوقت في كل في الخير وفي الشر. وفي الشر نعم. في الخير يتهم نفسه بالتقصير. وفي الشر يتهم نفسه بظلم العباد. طيب. فان لم يجد ظلما للعباد علم ان هذا منحة من الله له ليرفعه الدرجات. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. والله بقى انتوا حيرتونا يا فضيله الشيخ، حيرتونا خالص. نيجي نقول خلاص احنا عندنا حسن ظن بالله ويعني الحمد لله هنخش الجنه ورحمه يعني رحمه ربنا واسعه كل شيء، ويقول لك انت يعني ضمنتي الجنه؟ لا ده انت فيكي غلطه، ده انت بتحطي مش ده انت بتلبسي مش ده انت جوزك كزمه، ده انت كل حاجه غضب ربنا كده. نيجي نقول نخاف من غضب ربنا؟ انت ما بتتعامليش مع انت بتتعاملي مع رب العالمين. فاحنا بقى مين اللي حيرك؟ شيوخ. لا لا لا, 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 لا. حضراتكم. انا اعترضت. اتفضل. هذا كلام غير دقيق.
طب حاضر ناخد مدام عزيزه وحضرتك بقى اعترض براحتك بعد مدام عزيزه. اتفضلي يا استاذه. معلش انا اسفه معلش والله. اتفضل اعترض يا فضيله الشيخ. يعني قفلت. طب خلاص نرجع تاني. انا اعترض ليه؟ الانسان اما ان يكون له عمل او لا يكون له عمل. ان كان له عمل هرجع واقول لك ليه ربنا ما يقبلوش. ما تيجي نرجع للقران عشان نفض الخناقه اللي بيننا دي. ربنا في القران قال ايه؟ خدي بالك بس انا قبل ما اقول لك الايه. كلمه عسى في القران تفيد التاكيد. مش زي وزيك تفيد التمني. عسى دي عندنا تفيد التمني. صح؟ لكن في القران تفيد التاكيد. فربنا بيتكلم على ناس. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ربنا تاب عليهم. لأن عسى في القرآن تفيد إيه؟ اليقين، تفيد التحقق. خلاص؟ ده فعلا؟ هرجع وأسألك سؤال. أسألك سؤال؟ معايا كده بالراحة كده؟ حاضر. أنت صليتي كم تهجد في رمضان؟ مش كتير. طيب صبنتي كم مره المواعين؟ ولا مره. ربنا بقى عنده ان تصبين المواعين الستات بقى افضل من صلاه التهجد. ربنا عنده مذاكرتك للايال افضل من صلاه التهجد. طب بالنسبه للكورونا انا قضيت نص رمضان نايمه. انا عارف والله شفاك الله وعافاك وجبرك وجبرياتي والبسك. فطبعا الواحد خارج من رمضان. وعايز اقول لك بس قبل على قدر ما زعلت منك. ليه؟ يعني ان انت ما عرفتنيش وما عرفتيش حد. حد انما ملمس جميل. مش عشان والله يعني لكي لا، انما طبعا انا زعلت واتضايقت جدا وما قالتش لحد خالص. وطبعا نفسر الامور بتفسيراتنا لكنني فسرتها تفسيرا جميلا. انها ما ارادت ان تشكو الا لله، وما أرادت أن يشعر بمرضها إلا الله، ولا يشعر بألمها إلا الله، ولا يشعر بوجعها إلا الله. فقلت دعاء فاروق دي طماعة جدا، أخذت الثواب من جميع الأركان. يا رب يا رب. لا بس فكرة أن الواحد برضو حس أنه هو نوم 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 طول الوقت. أنت تقدر في طبعا وانت نايم انك تسبح وتصلي. إذا كان ولا لديك حاجة. إذا كان لديك قدرة. إذا كان لديه قدرة. ما عند كان في قدرة طبعا عفينا. أنا حاسة ومدركة. ربنا عافينا ويعفو عن جميع المسلمين وعن جميع الناس. لا الأمر صعب، الأمر لمن مر به صعب. الأمر ليس سهلا ميسورا. لكن نرجع ونقول تاني إن ربنا سبحانه وتعالى نظرته غير نظرتنا. يعني حضرتك من عادتك بتحضري الفطار. لو ما فيش كورونا بتعدتك بتحضر ولا بتحضريش فطار كمان؟ لا بحضر. لا بتحضري فطار بجد؟ بحضر وبقلي وبعمل. يا شيخه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده والله. بتتعبي والله بتتعبي. طيب يعني بتحضري فطار صح؟ بتحضري لي ها؟ بتحضري لي عشان العيال تاكل وجوزي ياكل. ولو ما حضرتوش ايه اللي هيحصل؟ لا بيحتاسوا عيني. ده انا نزلت في اخر يعني وقت كورونا. يعني هتحصل مشكله؟ بقيت البس الكمامه. بسالك سؤال. ثواني بس، كانوا واقفين محتاسين يا عيني. هتحصل مشكله لو ما حضرتيش؟ مش هيعرفوا ياكلوا كده. لا هياكلوا لكن بس كانوا صعبوا عليا فنزلت بقيت اسمع بس لازم هنحكي. قولي بقى. بس بقيت البس الكمامه وهم يلبسوا الكمامه واحضر اقول لهم اطلعوا انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. واحضر في الاخر واقوم حاطه لهم واكل انا في المطبخ وهم ياكلوا بره. وبعدين اقوم طالعه بقى نايمه. طيب اصلي طبعا. حضرتك بقى شوفي اتكلمت عن الموضوع ببساطه ازاي. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا رب يا رب. انا ما بكلمش دعاء فاروق. اي حد. انا بكلم كل الناس. تعالي بقى عدي ربنا يكتب لك ايه. ربنا يكتب لك تحامل على نفسك من اجل السعي على افطار صائم. شوفي الجمال. والتغلب على الالم من اجل الوقوف لخدمه صائم. وبعدين تاخدي افطار صائم. لو الصائم ده تذكر وسمى الله وحمد الله ففي ميزان حسناتك. لو الصائم ده بعد ما خلص صلى المغرب ربنا يكتب لك صلاة المغرب دي في حسناتك لأنه استقوى بالطعام على العبادة.
ربنا يا جماعة كريم قوي يا رب، يتعامل معنا بكرم وبجود وبإخلاص وبحب، لا يتعامل معنا بما نتعامل به مع بعضنا أبدا. معك تليفون؟ خد رشا. التليفون يا رشا برضو يا جماعة، هدوا شوية، استنوا علينا شوية اما نخلص كلامه هنجيلكم. معلش بيقفلوا. طيب غفر الله لنا ولا يا رب يا رب. فمعاملة الله غير معاملتنا لبعضنا. طيب فالست دعاء قدمت وفعلت، فعلت قدر جهدها وقدر طاقتها، ايه اللي يخلي ربنا ما يقبلش؟ ايه اللي يخلي ربنا يدخلها يعني النار؟ الاحساس بانه انا كنت اقدر اعمل اكتر من كده، انا كسلت ولا انا ده نفس ده نفس. وهل انا هسالك سؤال صادم شويه، هل كل ما يقوله علماؤنا الافاضل وانا يعني في ذيل القائمه هل ننفذه؟ لا. ها؟ لا. هرد رد اصدم. لا صح، جاوبك صح. هرد اصدمك اكتر. لا الجواب نقعد في بيوتنا؟ لا. الحسن البصري رضوان الله عليه وارضاه دخله الشيطان من الحته دي. فقال له ايه؟ يا حسن، او كل ما تدل الناس عليه انت تتحدث به وتعمل به؟ فقال لا صح. فقعد في البيت حد ما راى رؤيا. قال ايه؟ قال له انت كل حاجه بتقول للناس عليها بتعملها؟ قال له لا. قال له خلاص يبقى انت منافق. ربنا في القران جاب له دليل، الشيطان جاب له دليل من القران. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا، مش كده ولا ايه؟ قعد في البيت. لما قعد في البيت جات له رؤيا، يا حسن ان لم تكن من العاملين فكن من الدالين. فعاد وجلس للعلم. طب اخد هبه قبل ما تقفل. يا هبه ازيك يا دعاء؟ اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ مرحبتين. بقول لحضرتك انا دلوقتي بخصوص زكاه الفطر، انا كنت اديت بعت يعني لخالتي الفلوس في البريد قبل العيد بكام يوم كده، فهي راحت علشان تاخدها فقالوا لها السيستم واقع وحاجات كده فتاجلت لحد اجازه بعد العيد. تمام. فهل انا كده عليا وزر؟ ما عليكيش وزر، وخالتك تخرجها على طول. طيب انا لا، ما هي كانت هتاخدها ليها هي. سؤال تاني بقى، هل يجوز بس ان انا اقرا عشان تفكرين بيها؟ قولي. ها. هل يجوز ان انا اقرا القران وهبه لامي وهي عايشه لان هي ما بتعرفش تقرا؟ وسؤال تاني. لا ما بتعرفش تقرا، تبص في المصحف وتحط صوابعها على المصحف. اهدى. ماشي، بس ينفع ان انا اقرا واهب لها الصواب ده؟ لا. طيب وهي عايشه؟ لا. اتفضلي هاتي سؤالك التاني. وانا حائض يجوز اقول اذكار الصباح والمساء عادي؟ طيب حاضر. ماشي شكرا يا شيخ. طيب زكاة الفطر وديتها بس الست ما استلمتهاش. اصبري بس عليا في زكاة الفطر. ماشي. عشان احنا عندنا فهم مغلوط. قول حضرتك. الست دعاء فاروق نسيت وما طلعتش زكاة الفطر. زكاة الفطر ليها اداء وقضاء زيها زي الصلاة. ادي أول مرة في حياتي أسمع موضوع قضاء الزكاة ده. قضاء زكاة الفطر دي عمري ما سمعتها في حياتي. طيب. يقول لك بعد ما خلاص صلاة العيد تخلص شكرا كله بقى. خلص وقتها. خلص وقتها. لكن عند بعض العلماء أن وقتها ممتد لغروب شمس يوم العيد. وعند البعض الآخر أنها كالصلاة، تقضى كما تقضى الصلاة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأني فوجئت بناس بتقول لك أنا بقالي 10 سنين ما خرجت الزكاة. ومستني رمضان الجاي لما يجي اخرج الزكاه. طب انت ضمنت ان انت تعيش رمضان الجاي؟ فوقتها زي وقت الصلاه. ان فاتك الوقت الاصلي تستطيع ان تخرجها في وقت العوض. يبقى اللي ما خرجش زكاه الفطر يخرجها دلوقتي. حلو قوي. خلاص كده؟ ماشي كده؟ بس خرجها ايه يا ست دعاء؟ ها؟ ايه؟ قضاء. يعني ايه قضاء؟ يعني اسقط الدين الذي عليه ولا ثواب له. انما اللي خرجها في ميعادها اسقط الدين الذي عليه. وقت فرض ولا سنه؟ لا فرض، واجبه. واجبه. على مين؟ على كل من حضر معنا ولو ساعه من رمضان. يبقى لو واحده حامل وولدت ليله العيد يخرجوا على الجنين. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده زكاه الفطر. ماشي. طيب حضرتك قلت لي ازاي؟ أدام هي على قيد الحياة النظر في المصحف مجرد النظر يعني عبادة. يا فضلة الشيخ، مجرد النظر في المصحف ممكن عبادة. ممكن فضلي قولي اللي انت عايزاه ست الكل على راسي.
ده مش لوجيك. لا يعني ايه مش لوجيك؟ يعني مش منطقي يعني. لا بعد مش ستة بتعرفش تقرا، مش منطقي عندك انت، لكن منطقي عند ربي. ازاي بقى؟ ما احنا لسه بنقول اهو، ده كتاب مكتوب فيه كلام ربنا. هي ما مش عارفه لا تقرا، تبص فيها تشوف خطوط او رسومات مش فاهمينها. طيب اسالك سؤال، ما تسمع قران وخلاص. حاضر. اي تسمع في السماع جميل، السماع جميل، لكن المنظر اللي احنا شايفينه الطبيعي ده لما تيجي تتاملي فيه، هو حضرتك عالمه نبات؟ عالمه طيور؟ ايوه عارفه ان دي شجره وعارفه ان دي عصفوره، بس مش هتقدري تتاملي كعالم النبات. فعشان كده احنا بنقول مجرد النظر في المصحف عباده، ودائما قبل ان نبحث عن البدائل نعطي الاصول. هي لو بصت في المصحف هذه عباده لها، بل ضياء لابصارها. عشان كده انا بقول كل الناس، مشايخنا اوصونا حتى ونحن حفظه، حتى ونحن حفظه، ان يكون لنا ورد ثابت في فتح المصحف. يعني احنا لينا ورد يومي في الحفظ عشان ما ننساش، عشان اقدر احافظ على القران وما بقاش زي الاستاذه دعاء فاروق انسى سوره عامه والنازعات وعبسه واخاف من الحفظ. لا لا بخاف، لا اخاف، ما انا لو امتحنتها دلوقتي هتخاف. فعشان كده لازم اراجع كل يوم. لا مش عامه يتسالون، هو الحفظ ما بقاش كده. ايوه صح، خلاص كده بالنص، المراجعه من النص كده. طب خلينا ناخد ايه، طب احنا لسه فاضل وهي تقرا الاذكار. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، يعني على حال الجنابه وعلى غير الجنابه. طيب. فينفع يا ستي تذكري ربنا على كل حال. وهي حائط تقرا القران، تقرا القران ولكن بحائل، وعند ابن حزم ان جلده المصحف حائل. حلو قوي. ايه الو، اهلا يا ايه، اتفضلي. اهلا بحضرتك. أنا بس كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ على حاجة. اتفضلي. أنا متزوجة وزوجة تانية. عندي جوزي كان حاصل مع زوجته الأولانية مشاكل. فجوزي حصلت مشاكل كتير قوي مع زوجته الأولانية، ففي الآخر في ناس قالوا له إن مراتك التانية عاملة لك سحر. وهو مقتنع كده جدا، وراح لشيوخ وراح لناس كتير، وكله قالوا دي زوجتك التانية اللي هي عاملة لك سحر. وانا والله العظيم ثلاثة انا مظلومة، عمري في حياتي ما اذيت الراجل ده بشيء، ولا كان ينفع ان انا اذي بيته بشيء، لان انا كنت متزوجة قبليه من شخص تاني، وبرضك في واحدة خربت بيتي. كنت على يقين ان انا لما اجي اتجوز ان انا ما ينفعش ان انا اخرب بيت اي واحدة. يعني انا متجوزاه يعني من مراته ما تعرفش. طب يا ايه ممكن اسالك سؤال؟ يقيني ازاي ان في واحده خربت بيتك؟ يعني في واحده اخذت جوزي، يعني جوزي الاولاني مني، وحصلت برضك مشاكل معايا وكده، وجوزي يعني سابني انا واختارها هي واتجوزها، فانفصلنا. طيب. فقعدت بعده 11 سنه ما يعني اتجوزتش. يعني هو اتزوج زوجه تانية؟ زوجك تتزوج زوجة تانية؟ زوجة تانية. فأنا قعدت 11 سنة. طب أنت زعلتي ليه؟ طب ما أنت عملتي نفس القصة. عملت لا كده. ما هو يعني أصل جوزي الأولاني أسأني في عرضي، غفر الله لنا ولا. طيب شكرا يا طيب ثواني بس، فأنت بقى التاني قعدت 11 سنة. قعدت 11 سنة ما اتجوزتش، وبعدين اتجوزتي الراجل على مراته. اتجوزت الراجل دوت ان انا زوجة تانية، اتفقت معاه ان انا بيته الاولاني خط احمر، يعني ما ينفعش لو انا لو زوجتك عرفت بجوازنا يعني انا هكون هنفصل عنك، عشان انا مش هقدر اخرب بيت انسانة. يعني انا مش عايزة اقاذي حد لان انا خرجت الاذية. سؤالك ايه يا ايه؟ سؤالي ان انا جوزي دلوقتي تهمني ان انا عاملة له اسحار وعاملة له اعمال، وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا والله العظيم ثلاثه انا مظلومه، وانا ما اذيتش الراجل ده في شيء، وهو عنده يقين ان انا اللي عامله له كل ده. جاب اليقين منين يعني؟ من شيوخ، رايح ناس ودته للشيوخ ودجالين انا ما اعرفش. يا ابله والناس قالوا له دي زوجتك الثانيه. طيب. وانا يعني ما طيب انت بتسالي فضيله الشيخ تعملي ايه في الموقف ده صح؟ ما انا مش عارفه انا اعمل ايه. طيب. في الموقف ده ما بيرضاش يجي البيت عندي، ما بياكلش عندي، لحتى لو صادف ان هو بيجي لو شرب ميه لازم اشرب قبليه. يا ايه هتسمعي كلامي؟ ماشي. يا ريت. طيب. هنرد عليك. بصي يا فضيله الشيخ الله يخليك، عايزه اقول لحضرتك بس على حاجه. معلش. انا طالبه منه الانفصال،
بس هو مش راضي. طيب. يعني انا قلت له عايزه انفصل بعيد عنك طالما انت متاكد ان انا ازياد. طيب. بس هو طيب. مش راضي، انا مش عارفه اعمل ايه. طيب هقول لك تعملي يا ايه. الله يكرمك، ريح قلبي. هنرد عليكي بعد اذنك بس بعد الفاصل. بعد الفاصل عشان خاطرك. طيب هاخد فاطمه وهنرد عليكي ايه، ما تقلقيش بس الناس ما تتلطعش معايا. هاتي فاطمه اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا فاطمه؟ عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه ضايعه؟ الحمد لله تمام اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك، انا كنت متجوزه من 5 سنين وربنا رزقني ببنوته، عن ساعه ما انفصلت كان عندها 4 سنين. ها 4 سنين دلوقتي. انا بعد ما انفصلت اتجوزت من شخص تاني، الشخص ده كويس جدا والحمد لله. باباها بقى ساعات بيعوزها بيقول عليها، بيقول مثلا كل 4 شهور ان هو عايز يشوفها. اه راحت له في رمضان جيدة والبنت قالت له انا عايزه لبس العيد. اه ماشي. قال لها لا، مامتك خدت الذهب وخدت الحاجات تجيب لك هي لبس العيد. ما بيجيب لهاش اي حاجه خالص. بصي لحد هو اتجوز اصلا وخلف بس ما بيسالش فيها خالص، ياخدها يقعد تقعد يوم او اتنين هي عايشه مع مامتي. هي عايشه مع مامتك وانت متجوزه لواحد بعيد عنها؟ لا يعني مسافه بسيطه بيني وبينها. طيب سؤالك ايه؟ سؤالي ان هي كده لما باباها بيطلبها ممكن يطلبها كل 5 شهور 7 شهور كل شهر مره بتروح. انا بقول لهم ما حدش يرن على باباها ويقول له هاتي البنت، سيبوها خليها تاخد على باباها. سابوها اخر مره ديت، هو راح جايبها من نفسه، قالت له انا عايزه لبس العيد، قال لها مش هجيب لبس العيد انا ما معيش فلوس. ما بيجيبلهاش حاجه خالص. ماشي سؤالك ايه بقى؟ انا متجوزه من واحد تاني. معاه فلوس ولا مش معاه؟ لا ده هو مدرس رياضه وختم القران كله اصلا، وانا يوم ما اتجوزت بابا قال لي وديت ختم القران هيتي الله فيك. البت دي هتتبهدل يا جماعه حرام. انا خدت بقى واحد تاني والله الحمد لله. ايوه ايه السؤال؟ انت ما تقوليليش مميزات الواحد التاني، ايه السؤال يا فاطمه؟ قولي سؤالك ايه يا فاطمه؟ ان انا عايز اعرف هو عقابه عند ربنا ايه لما بنته بتروح له وتطلب منه حاجه وبيقول لها لا انا ما معيش فلوس. طيب. وانا بجيب لها كل حاجه، انا معايا فلوس خاصه بيا من ورثه ابويا، بجيب لبنتي كل حاجه بحسسها ان هي مش ناقصه اي حاجه، بس انا من جوايا زعلانه. طيب. ان بابا ده ما بيسالش فيها خالص، هل انا كده ظالمه البنت دي؟ والبنت قاعده لوحدها عند جدتها. انا بروح لها، هي بنتي بتيجي تقعد معايا يومين مثلا كل شهر، تقعد 3 ايام بروح عندها ببيت معاها يومين. طيب. انا بقى بزعل على البنات. طيب. اللي بيترموا لوحدهم عند جدتهم. صراحة. نرجع بقى نجيب قبل الفاصل عشان نجاوب على السؤال. نجاوب على الايه الاول. نجاوب على الايه الاول. اه صح. اه اللي هي ايه اللي هي متجوزه زوجه تانية و انت قلتي ايه بين الفاصل؟ ما قلتش في الفاصل. قلتي ايه؟ ما قلتش حاجه. قلتي ايه في الفاصل؟ ما تقولنيش. انا بسالك سؤال، قلتي ايه في الفاصل؟ قلت حاجات كتير. لا انا عايز اللي قلتيه كله في الفاصل قوليه على ملا الناس. لا ما انا بقول لك بيقعدوا يقولوا اصل هم مخاويين. لا ما قعدوش بيقولوا. انت أيوة. قلت لي لا مش انا اللي بقول والمصحف. انا عايز الحته بتاعت محفوظ دي. الله يهديكي الله يهديكي. انا هقول اللي بعرفه. الله انا بساله بيني وبين الكورونا عملت ايه؟ انا بساله بيني وبين بقول له بيقولوا ايه الكورونا عملت ايه؟ هقول لك اهو استنى. بقول له بيقولوا انه بيخاوي جن، فهم الجن بيعرفوا منين؟ ايوه بيعرفوا. بيقول لي مين قال لها ان هو اللي بقول له الجن بيقول لها. لا لا الجن بيعمل ايه؟ الجن بقى بيطلع فوق يقرا في اللوح المحفوظ. انا دي سمعتها. طيب. انا شعرفني بيقرا في اللوح المحفوظ يقول لك ده هيتجوز مين، ده هيطلق، ده امال ساعات يقول لك ايه تروح تقعد مع واحده عرافه. اسمع بس انا هقول لك الحاجات. طيب الحرام اللي بتحصل. طيب كلها خلاص. تقعد مع واحده عرافه تقول انت هتتجوزي واحد اسمر كمان مش وفعلا تتجوز، تقول ده وصفتهولي. طيب. الحاجات دي بنسمعها. طيب. فالكلام ده حرام طبعا احنا عارفين. طيب. خلاص. بس بيحصل. خلصتي؟ اه. انا ليا رجاء على ملأ المشاهدين. لما ارجع لك وابوس ايدك في التليفون واقول لك شغليني معاك قولي لي لا. وتعملي لي بلوك زي اللي كنت عاملاه لي قبل رمضان. ابوس ايدك اعملي لي بلوك. الله يسترك. ولما ارجع لك اقول لك والنبي شغليني معاك قولي لي لا 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 انت ما تنفعش معايا. خلاص. ويعني امسحي ارقامك من على تليفوني مش من على تليفونك. يا جماعه انا بقول اللي بيحصل في الواقع واللي بنسمعه. حضرتك لازم تسمع الواقع بيحصل فيه. انا مش عايز اسمع الواقع بتاعك بتاع محفوظ ده. اسكتي اسكت الله يهديك. اول شيء يا جماعه عشان تبقوا عارفين، ست دعاء بتقول لي هو الجن بيكذب؟ الجن ملوش وظيفه الا انه يكذب. الجن ملوش مهمه الا انه يكذب. طبعا الجن الفاجر الجن الكافر ما بقصدش بيه الجن المؤمن او المسلم.
اللي مهمته تقطيع الأرحام، اللي مهمته إن هو يمزق البيوت، فكيف يفرق بين محمد أبو بكر ودعاء؟ يروح يقول لدعاء الكاهن إن محمد أبو بكر اللي عامل لك العمل. طبعا الجن يكذب والكاهن يكذب والدجال يكذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنطلق قال بأن من ذهب إلى دجال أو عراف مجرد الذهاب فقد ذهب نصف دينه. بنقول له كل سنة وانت طيب، نص دينك ضاع. فإن صدقه يا سيدي الزوج، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث صريح. خلاص، دي أول نقطة. النقطة الثانية، الست دعاء قالت معلومة حلوة بس غلط. قالت الجن بيطلع على اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده يا ست دعاء في حراسة رب العالمين، أنا عارفة. لا يستطيع أحد أن ينفذ إليه كائنا من كان، ولا يطلع عليه أحد. أمال الحاجات دي بيعرفوها منين؟ إنما كان الجن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند حجب السماء فيسترق السمع من الملائكة. فلما ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء بالنجوم والشهب، فأصبح من يقترب من السماء زي ما حكى القرآن الكريم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اللي قرب من السماء يجيله شهاب ثاقب يولعه على طول. فعلمت الجن أن حدثا فريدا قد حدث، ألا وهو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. الأمر الثالث اللي بقوله لكل الناس، بيني وبينك فيما لا يقين فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. حضرتك ليكي ان انت لما الكوبايه دي تختفي من هنا تتهميني بالسرقه، حقك. انما ادم ما عندكيش بينه ولا دليل، مالكيش الاتهام، ينقضي الاتهام بقسمي بالله بانني بريء من هذا، وعند الله تجتمع الخصوم. صحيح. لكن النهارده عشان اتهم زوجه او عشان اتهم، شوفوا، ما رايت زوجه تزوج عليها زوجها الا والزوجه الاولى تتهم الزوجه الثانيه طبعا بانها فعلت لها الاسحار، وانها طبعا وانها وانها. والكلام ده خلي بالكم، الكلام ده احنا بنستهين بيه، لكن هنقف بيه عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مش هيعديه. دي مظلمه سترفع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيحاسب الله عليها في كل شيء. علشان كده احنا مفيش الكلام ده خالص، وعلشان كده الاتهامات لا توزع. اقسم بالله احكي لك حكايه غريبه في عجاله. في جاني اتصال معايا كده، زوجه بتقسم بالله، انا هوريك بس احنا وصلنا قد ايه للاستهانه بدين ربنا. والاتصال ده موجود وكان في قناه النهار هنا معايا كده. جاني اتصال من الزوجة تقسم لي بالله ان زوجها مات، وان اهل زوجها راحوا لعراف. فقال ايه سيدنا العراف؟ قال ايه؟ قال لهم بقى مفاجأة عشان يحرم الزوجة من الميراث، لان الفلوس كتيرة. فقال لهم اقول لكم على سر ما تعرفوش، الولاد مش من صلبه يا ساتر، وطالبين منها بدل ما يلجأوا للدي ان ايه، لو احنا ناس اهل علم واهل معرفة واهل فهم، وان كان هذا لا يطعن فيه لان صاحب حق الطعن قد افضى الى ربه، ولم ينتشر عن المرأة شيء يشينها، لازم تروحي معانا البشعة تلحسي بلسانك النار عشان يشوف ولاده ولا مش ولاده. يا ساتر. لأي درجة وصلنا من ضياع الدين ومن انهدار الأخلاق؟ وبعدين نسأل، هو ليه ربنا ما بيستجب لناش؟ هو ليه أعمالنا ما بترفعش؟ هو ليه الوباء بيتشدد؟ طب هو هي ليه تعمل الكورونا إيه؟ عمالة تتحور، تطلق، هي تعمل إيه؟ تنفصل. وصلت الأمور لكده، تنفصل. طيب. مرضيش ينفصل، تروح تذهب إلى محكمة الخلع وتخلع، وتكون أفضل من ذلك وأفضل من هذا التشتت. لأن إحنا إذا طيب. وصلنا النهاردة البيت يبنى على الثقة. إذا ضاعت الثقة، أن ناخد من إيدي كوباية شاي ومن كوباية مي، هنعيش مع بعض ليه؟ طيب، فاطمة اتجوزت وعندها بنت صغيرة عايشة مع جدتها، بتروح لأبوها شهر كل خمس ست شهور ويقوم مرجعها لو طلبت منه. كلاهما ظلم البنت. فالبنت قد حرمت من أمها كما حرمت من أبيها. خلاص، حتى لو بتجيب لها لا، سيبك من مجايب. أصل العطاء مش مادي، وحضرتك الحته دي قوي دايما، انت اللي تطلعي تقولي الكلام ده على الصفحة بتاعتك والناس تقعد تزعقلك، ماليش دعوة انت. لكن العطاء مش مادي. صح. واحنا عندنا صدقة
معايا كده، علمها لنا الاسلام، اسمها صدقة العواطف. صدقة العاطفة. سيدنا الشيخ رحمة الله عليه ده قدام عيني مرة بنته بتطلع عزكم الله للبواب، فبيطلع له بقايا الأكل، فندى عليه قال له خد يا بنتي تعالي، لا تعالي اجري هاتي صحن لكل شيء. وبعدين سيدنا الشيخ بإيده حط كل حاجة، وبعدين حط ثمرة الفاكهة، وبعدين حط الرغيف، وبعدين حط إزازة المية، قال لها تصنية. فقال لها لما رجعت قالت له انت عملتي كده، قال لها اللي انت عملتيه اسمه تصدق بالطعام، واللي انا عملته اكرم عند الله تصدق بالعاطفة. الله. قال لها الاولاني يجيب لك الاجر بس، لكن اللي انا عملته يجلب الاجر والود وجبر الخاطر وستر الشر. الله. ولذلك القرآن الكريم لما لفت الانظار للتصدق بالعاطفة قبل ان يتصدق بالمال. وعلشان كده قال لك ايه، كلا بل لا تعطون، ها لا تكرمون اليتيم. صح. فإكرام اليتيم قد يكون بنظرة، وقد يكون بابتسامة، وقد يكون بكلمة. البنت تروح عند أمها 3 أيام وتمشي مكسورة كده من بيت أمها. يبقى كلاهما ظلم. أنت بعطائك لبنتك ده صدقة، ربنا يحسبها لك إن أخلصت فيها. هو بامتناعها عن الإنفاق على ابنته عصى الله ورسوله فيها، وستحاسبه هذه البنت أمام الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا شديدا. غفر الله لي ولكم. هتيجي الاسبوع الجاي ولا مش هتيجي؟ مش بعد ما سرق من لوح المحفوظ. اللي بتقولي ده يعني هتيجي ولا مش هتيجي؟ انا خايف تقولي، انا خايف تقولي اخرج من الحلقه الاقي كلام تاني خالص. لا انا خايف تقولي حاجه تانية. ما هنقول طول ما انا موجوده هقول. اطال الله عمرك واطال الله بقائي، واسال الله ان يسترجلنا ولا يستبدلنا. امين يا رب. وان يرفعك وأن يعلي قدرك. وحمدا لله على سلامتك. أسأل الله أن يجعل ما عنيتيه أجرا وعافية وصحة ولباسا طهورا إن شاء الله. وأسأل الله أن يمد يد الجبارية لكل مريض، وأن يشفي كل مريض، وأن يكن لأبنائنا الطلاب في هذه اللحظات أن يوفقهم، وأن يفتح لهم مغاليق الأمور، وأن يمد يد العطاء لهم، وأن يمد يد العون لهم، وأن يحقق آمال آبائهم وأمهاتهم فيهم. إنه ولي ذلك ومولاه. نورتين يا ست. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. تحفظي عشان هترجع المرة الجاية إن شاء الله. طيب حاضر. بشكركم وأشوفكم على خير بكرة بإذن الله على الهواء مباشرة. سلام عليكم.